طيب دكتور، نيجي نقول المرصد الأوروبي حذر في الفترة الأخيرة من الجفاف اللي ممكن يكون موجود، وحذر إن ممكن أكتر من 27 دولة تكون هتتعرض للجفاف في الفترة القادمة، خصوصا بقى مع نقص الأمطار الشديد اللي موجود. نقدر نقول إن ده بسبب نقص الأمطار فعلا؟ نقدر نقول إن بسبب الانبعاثات اللي موجودة من الدول دي لأنها دول صناعية كبرى؟ أنا مش قادرة أعرف بالظبط، نقدر يعني نرجع السبب ليه؟ طيب، بداية التغيرات المناخية، لو حضرتك بتتكلمي عن الانبعاثات والدول الصناعية، التغيرات المناخية لا تقف عند الحدود السياسية أو السيادية للدول، هي عابرة الدول، عابرة القارات إلى آخره. يعني أنا النهاردة لو عندي دولة بتطلع انبعاثات كربون كتير ولها مسؤولية تاريخية منذ الثورة الصناعية، مش معنى كده ان هي هيكون لها ضرر اكتر، بل بالعكس. وده الكلام ده سيادة الرئيس قاله امبارح في كينيا، ان الدول الافريقية هيقع عليها ضرر كبير جدا بسبب التغيرات المناخية، في حين ان هي لم يكن لها نصيب في الانبعاثات وما يحدث الان. فللاسف الشديد موضوع التغيرات المناخيه، وان كان احنا نعرف ان الدول الصناعيه الكبرى اللي هي منذ الثوره الصناعيه هي المتسببه او المسبب الرئيسي في كده، الا ان ليس بالضروره ان يقع عليها هذا العبء بتاع التداعيات بتاع التغيرات المناخيه. احنا متفقين على كده. ولكن اللي بيحصل حضرتك ان هذه هي دوره. هذه الدوره تحدث وليس بالضرورة أن هي تحدث في منطقة معينة في العالم ومنطقة أخرى، ولكن هي بتنتقل من منطقة إلى أخرى حسب تيارات الهواء، حسب عوامل مناخية أخرى. إحنا نقدر نقول حضرتك نخرج بحاجة مهمة جدا، أن التغيرات المناخية عامة هي دورة سينشأ عنها أو حينتج عنها ما يطلق عليه بالمصطلح العلمي بتاعه extreme weather events، يعني سيكون هناك معالم أو ظواهر جوية وليست مناخية، جوية متطرفة جدا ما بين درجات حرارة عالية جدا زي ما حضرتك تفضلت، درجات حرارة عالية وجفاف. ما هو درجة حرارة لما بتزيد بتقلل البريسيبيتيشن، بتقلل نسبة الرطوبة اللي موجودة، فبتعمل جفاف كبير، وللأسف اللي دي بتعمل حرائق غابات طبعا بسبب يعني الرطوبة اللي احنا بنشتكي منها دي كويسة، سبحان الله. يعني ما نزعلش من الرطوبة، لا هي طبعا كل حاجة حضرتك موجودة ربنا سبحانه وتعالى حطها لها سبب، واحنا لازم ان احنا نعرف كده وما نغيرش المعادلة الربانية اللي موجودة. هي مشكلة الحالية ان احنا المعادلة اللي موجودة احنا يعني تدخلنا فيها وغيرناها وحدث ما حدث بسببها.